study of absorption, excretion, and bioavailability of a drug in humans. يعني هو طبعا اكثر شيء راح ندرس على الاكسبريشن على الابسوربشن على بايوافيلابيلتي، راح تكون فعليا انه الاكسبيرمنت راح تكون مش مجرد ثيوريتيكلي لانه راح تكون على الهيومن بين، والوزاره مانعه انه اي تجارب تكون على الهيومنز. اعتقد امبوسيبل تكون على الرابتس، بس رابت ما متوفره. اعتقد المعلومات اللي راح نذكرها هسه دكتور، بس الصوت ما يصير هسه صوت واضح. تسمعوني؟ واضح تمام زين. طبعا ما اعرف اذا عندكم باك جراوند على هاي الموضوع، انه ممكن اخذتوها قبل بالسنين السابقه الابسوربشن اكسكريشن شلون تصير والبايو افيلابيلتي. انا حصلكم الفاست ريكاب ان شاء الله، وان شاء الله كل المعلومات انه تعرفوها. نبدا بالابسوربشن. زين شنو معنى الابسوربشن او هو ديفاين ذا ابسوربشن؟ ديفاين از ذا باسج اوف ذا دراج فروم ذا سايت اوف ادمنستريشن انتو ذا بلازما. يعني احنا اي ماده تدخل للجسم او خاصه على الاورال ادمنستريشن، من هذا الدراج من يدخل للجسم خاص، يعني بالاساس الاورال ادمنستريشن بس، همين عندنا سم كوتينيوس، همين الاي ام، كلها لازم تعبر انتو ذا بلازما. بلازما انه نقصد هنا بالدم، يعني لازم يوصل للسيركوليشن عم يوصل للتارجت اللي احنا نريده. therefore important for all route of administration، يعني هو جدا مهم لكل انواع route of administration اللي درستوها بالمحاضره السابقه او انه اللي انتم تدرسوه على مدى هاي السنين. except يعني هاي ما نحكيها فقط على animal، لا احنا على human being او يعني animal او human being ماكو اي فرق. زين except، شوف هاي كلمه except جدا مهمه، intravenous injection، يعني احنا الوحيده اللي نستثنيها من هاي القاعده منه هو الاي في روت. لذلك هسه لما تروحون للامرجنسي روم او واحد طب الطوارئ نادر ما يطلع حبايه، طبعا ما تحت المعده ما تحت اللسان، هاي من تي من يمها، بس بالعاده انه دائما الاي في روت هو الفيرست اوف تشويس. ليش؟ لانه البايو افيبلتي، سامي راح نعرف شنو البايو افيبلتي بس انا متاكد ان الطلاب تعرفون، انه تكون 100% و fast rapid of action انه بسرعه يشتغل. بحس انه اذا انا شنو عندي غير route of administration لازم نساعد عمليه absorption بالجاي تراك يلا توصل للcirculation، ومن circulation يلا توصل للtarget site مالتي. زين the cell membrane form هسه احنا بالعاده هو GI تراك راح يدخل، صح لو لا؟ الجاي تراك شنو هو اللي يفصله؟ يعني هو والله drawing هسه احنا بالعاده مثلا هو هسه هذا الجاي تراك، صح لو لا؟ نقول هسه تبلعت الاسوفيجاس الستومك الى اخره، هنا البلد، يعني هنا خلينا نقول هذا البلد تيوب بول سيركيليشن، هنا راح تكون بالعاده راح تكون شنو عندي بارير، راح يكون شنو عندي بارير. بالمناسبه الطلاب راح اذكر لكم بعض هواي معلومات، المعلومات اللي راح اذكرها لا تخافون يعني ما تجي بالكويز، بس انا لغرض الفهم الكويز مكتوب بال PPT او PowerPoint. تمام زين. فورم بايرز، يعني هو انا عندي شنو عندي يعني حاجز ما بين الجي اي تراك او الاستومك او الانتستينال او وات ايفر للبلد ستريم. زين between equals compartment in the body، هو عاده احنا شنو دائما نقول عندنا epithelial barrier such as gastrointestinal mucus renal tube، هاي ممكن احنا راح نحكي على excretion همين بالكيدني، consist of layer of cells tightly connected to each other. سدام ترسمون انه التايت يعني مقارب للثاندا، لما نرسم الجدار cell wall او هيك راح نكون واحد هيك خلايا وحده بصف الثانيه tightly او هي شنو absorption. كل بساطه ادي لازم اني افتهم شنو الصفات مال الدراج او البروبرتيز مال الدراج، وشنو البروبرتيز مال منو مال السيل وول اللي راح تخليه يعبر بسهوله من الجي اي تي للسيل وول. هي هاي مشكلتنا انه بالابزوربشن، ولذلك احنا هاي عندنا عاده تصير مشاكل. لذلك احنا نروح على الاكسبت دائما انتروفينوس انجكشن
على مود نتخلص من هاي المعضله اذا عندي مشكله بيهم. اكو هواي دراجات ممكن تسمعوها فقط اكو اي في انجكشن لها. طبعا هسه العلم الحديث نوعا ما يعني شو اسمه بدا يعني يطورون تكنولوجيا نتخلص من هذا من هاي المشاكل. يعني طبعا الحضر ويانا هيك شيء زين. سلايد ثاني بس العفو شلون تنمسح عندما استخدم ال مو السالفة دبل هيتش. لا يعني ما حلو يستمر الشرح بدون تأشير اللي كان يمسح قبل على الزوم، بس المشكلة أعتقد الزوم ما يستقبل عدد عالي. أنا صراحة أستخدم دائما الزوم. زين types of transporters، شنو نوعية الترانسبورت؟ ما قلنا احنا لما الدواء يريد يعبر لازم عندي فد عوامل مهمة تخلي لي انه الترانسبورت انه يعني الدراج ينتقل من الجي اي تراك اوكي الما للبلس ترين. زين هذا شلون راح ينقل؟ باي صورة راح تنقل؟ شو اسمه؟ طبعا كلش مو حلو انه هذا الدرونج سيستم بي ما ادري ليش المفروض نغيره على المحاضرات الجاية شوف غير طريقة. مهم زين عندي types of transporter across cell membranes مثل ما قلنا انه عندي اني cell membrane موجوده بالنص ما حتخلي كل شيء يعبر للبلاد ستريم. طبعا لو تخلي كل شيء راح يعبر الوضع راح يعني يخرج عن السيطره راح يسبب لي مشاكل، فلازم انه اقفى certain rules انه هاي اي ماده تدخل مو شرط انه دروك، لا اي ماده تدخل للبلاس للجي اي تروك لازم عندها certain characteristic feature يلا تعبر للبلاد ستريم. اول ما طريقه انه ممكن الترانسبورت يصير احنا نسميها شو اسمه احنا نسميها الباسيف ديفيوجنز او الديفيوجنز. زين الباسيف ديفيوجنز انتم اكيد هاي طبعا دارسيها سابقا ما اعرف لا طبعا هي سمبل يعني من هاي كونستريشن لو كونستريشن تمام. زين فقط من هاي الى لو كونستريشن لا طبعا لازم اكو بيها صفات انه لازم عندي هي الموليكولار كلش يكون صغيره ولازم تكون هيدروفوبيك. يعني شنو هيدروفوبيك؟ نافره للماء يعني يخاف واحد يخربط بيها من فوبيك. الفوبيك يعني شلون الفوبيا والهيدرو هو الماء. طبعا لازم تكون هيدروفوبيك ممكن نغيرها يعني هي نون بولر. ممكن نقول انه هيدروف شو اسمه عفوا لايبوفيليك يعني محبه للماء. اذا ذني بيهن هالخاصيتين الديفيوجن يصير كل سمبل يعبر من هاي كونستريشن تو لو كونستريشن وعادة هذا الدراج احنا حلو ونحبه وبسهولة يعبر هاي بخصوص انه الديفيوجنز. عندنا ممكن فاسيليتد ديفيوجنز او ثرو بورس او وات ايفر انه واحدة من الصفات انه تكون ما موجودة اما تكون المادة اللي تعبر قد تكون دراج او غير مادة مو شرط انه فقط دراج لان الله سبحانه وتعالى يعني مسستمها عم تعبر غير شغلات عن طريقها. ممكن الموليكيولر تكون لارج ممكن شو اسمه ممكن تكون هي هيدروفيليك انه تكون نافره يعني تكون نافره للماء فما تريد تعبر عفوا محبه للماء فما تريد تعبر ما تعبر بسهوله. يعني لازم عندي شنو؟ عندي فد شغله عندي فد قناه او عندي فد بروز انه شنو؟ تعبرها تمام؟ عندنا احنا راح نرجع هنا للاكتيف ترانسبورتر. طبعا انتم من تسمعون اكتيف ترانسبورتر بالمناسبه تسمعون طبعا اكو باسيف ترانسبورتر واكو اكتيف ترانسبورتر. As a positive transporter تقريبا نفس المبدا من على channel معين او على بروزات معينه تنتقل من high concentration to low concentration. بس الactive transporter هو الactive transporter مهم تحطوه بعقلكم. ما طول انا قريت كلمه active يعني قبل انا راح تجي بعقلي انه انا دا اصرف energy تمام؟ من اصرف energy مرادفه energy بالجسم انه شنو عندي لازم اصرف ATP. طبعا والله هو لو شوي ويا التأشير يكون احلى بس يعني ما اعرف هذا البرنامج تعبان. بمعنى انه انا من اشوف كلمه اكتف شنو نيد؟ نيد انرجي، نيد انرجي، الانرجي مالتنا شنو نسميها احنا بالجسم الاي تي بي تو ترانسبورت ديفرنت انرجي اجينست كونستريشن جريدينتس. بمعنى يعني انا عندي
بالجي اي تي لما دخلت العلاج مواتي يكون لو كونسنتريشن، بالمقابل بالبلد ستريم عندي هاي كونسنتريشن، فالباسيف ديفيوجن او سمبل باسيف ديفيوجن ما راح يصير. فبهالحاله انا عندي لازم انه فد بمبات معينه تلزم تدخل هاي الماده اللي انا دخلتها بالجي اي ترو، وين تدخل لل شو اسمه تعبرها، تلزم بيها تشلب بيها تعبرها وين توديها للبلد ستريم. طبعا هاي في حاله من لو كونسنتريشن to the high concentration level. تمام؟ بس هنا بالحالة شو حصرف؟ حصرف ATP، رح حصرف energy. لذلك من تكون active transporter يعني شنو؟ يعني energy من أقوى energy يعني شنو بالنسبة للجسم؟ بالنسبة إنه ATP. الفينوسيتوسيس إنه هي بين قوسين يعني شنو بلعمة. أوكي؟ أنا إذا أنا عندي فت كلش large molecule، خاصة هاي الطريقة، خاصة هاي الطريقة هي large molecule. من عندي large molecule تبدي شلون انه السيل ممبرين شلون يبدي يحتوي اكثر ريسبتورات معينه تقعد عليها تحيط بالخليه تعبرها حد ما توديها لمن للبلاد ستريم. مثل هذا المثال الشهير ممكن البي 12، البي 12 انه دائما لارج مولكيولز مو بسهوله العمليه الابزوربشن. طبعا يعني معلومه اضافيه انه البي 12 طبعا ليش مرات هسه دائما يفضل نعطي اي في، عفوا اي ام اي في اي ام انجكشن بغض النظر انه عن large molecule absorption مالته. اذا نسوي oral، شوف طبيب الشاطر اذا كتب oral يعني B group او B complex عادة ما احب هذا الطبيب. ليش؟ لان يعني absorption مالته بالجي اي تراك بهواي مشاكل، يحتاج ل intrinsic factor، يحتاج ل vitamin C، يحتاج لهواي فاكتورات عم بيصير امتصاصه 100%. عكس ال IM قبل راح يروح يشتغل ويجيب نتيجه افضل. فلذلك احنا دائما عندنا مشاكل بالجي اي تراك بالابزوربشن خاصه بالاولد ايج اللي يعطيهم الدكتور. فمثلا دائما هاي حفظوها وياكم، وافضل مثال واحد يتذكره هو البي 12. اضافه لهذا انه هو عنده هوايه هواي فاكتورات عندي يصير ابزوربشن، فدائما اخذوا الاي ام روت افضل لها. زين الفاكتورز افكتنج ذا ابزوربشن اوف ذا دراج فروم جي اي تي. زين يعني احنا من قلنا هل فقط السيل ميمبرين؟ لا، عندنا فاكتورات تاثر على الامتصاصيه مال الدراج من الجي اي تي تراك، كان ستومك كان انتستاينال المن للبلاست ستريم. اول وحده البيولوجيكال فاكتور، ثاني وحده يعني عوامل بيولوجيه، ثاني وحده فيزيوكيميكال فاكتور، ثالث وحده فارماسيوتيكال فاكتور اللي هي تابعه لل يعني شلون الكوتين والكوتينج يعني شغله تابعه للتصنيع الدوائي. زين نبدي نحكي عن بيولوجيكال فاكتورز. اوكي هسه انتم حفظوها مثل ما هي قدامكم، بس احصلها شويه بالشرح على مود عبرون. اول وحده طبعا خلنا نبدي بالبي اتش. احلى البي اتش مال الدراج كلش مهم، كلش جدا جدا مهم انه نحدد نوعيه البي اتش مال الدراج انا ود اعرف شلون هذا راح يصير بيه ابزوربشن. بمعنى عاده مو بال يعني 100% يقدرون تقسمون البي اتش مال الدراج انتو يعني تو كاتيجوري. عندي ويك بيس تمام، ولو شوي نرجع على ال إذا تذكرون نرجع على الكيمياء بالله شون يلا خلنا نحاول نأشرهم. أوكي خلكت لكم هنا بالله تذكرون المعادلة، خلنا يعني ما أقدر أشر بس تذكرون إيش كتبوا وياي بالورقة وقلم إذا بصفكم. تذكرون المعادلة مال ويك أسيد بصف السادس إعدادي، هيك حطوا H A بين قوسين جروا السهم H plus A plus. تذكرون هاي المعادلة طلاب؟ ما أعرف إذا تذكروها أو قاريها ريسنتلي أنتوا ويا بالكيمياء وجماعة الكيمياء. هذا إنه المعادلة مال ويك أسيد. ويك أسيد إحنا عارف عاشتيكم أبطال، بين قوسين إنه من تتخيلون يجي دراج اعتبروه أما ويك أسيد أو ويك بيس. الويك أسيد دائما راح يصير بي ديسوشيشن، راح ينفصل اثنين، عندي H بوزيتيف وعندي A راح يصير نيجاتيف. زين إحنا هسه إيش قلنا؟ قلنا قبل شوية الموليكيول إذا أنا أريدها يصير هيدروفوبيك لازم هي شنو تكون نون بولار. زين أنا هنا من صار عندي ويك أسيد لما صار بي ديسوشيشن يعني من الجانب الأيمن دي يصير عندكم إذا رسمتوها يمكم يعني شنو صارت هايلي بولار، يعني صار بيها الأي صار عليها يعني علامة سالب تمام، صار عندي بولاريتي عالية. من هاي البولار عملية الابزوربشن مالتي شنو؟ راح تكون ابطأ. بس زين انا بهالحالة شنو؟ انا اريد ابقيها، طبعا هو مثلا العملية الكيميائية اتجاه يعني ذو سهمين، اريد ارجعها، وين ارجعها؟ باتجاه اليسار.
ما اعرف اذا الطلاب تفهموه يا لو ترسموهم يعني عندكم ورقه وقلم تكون افضل. خل احاول اكتبها والله هنا مثلا. textbook طبعا هذا مجرد يعني شلون h a سهم خلينا نقول شو راح يطلع لي، راح يطلع h زائد a. هذا شرح لكم طلاب، مو يجيكم امتحان بس يجيكم معلومات. هذا راح تكون سالب الشحنه، هاي تكون موجب الشحنه، هاي تكون نون بولر متعادله. هنا اني نون بولر، هذا الكومباوند طبعا هو المفروض الويك اسيد مالته، طبعا هذا يكون دراج المفروض. هذا ايزي ابزورب، ليش نون بولر؟ هذا اذا صار ديسوشيشن بي وصار بي 2 فورم راح يكون هذا نيجاتيف تشارج، فراح يصير بولر، فما راح يعبر السيل ممبرين بكل سهوله ويسوي لي مشاكل بالجي اي تراك. يعني انا ما دا اسوي 100% دا يعبر. لذلك احنا هسه راح نستخدم الفورم انه مش وقت نطلع علاج بعد الاكل، قبل الاكل، كوتد لو مو كوتد، لانه انا ايش اريد اسوي الشيفتنج هاي المعادله من هذه الجهه لهاي الجهه. بهالحاله لازم انا شنو ازيد الكونسنتريشن مالتها، صح لو لا؟ يعني كل ما انه ارفع من جهه راح تروح تصب بالجهه الثانيه، يعني بيزك كيمستري. تمام، هذا منه راح يذب لي اتش اكثر فوتونز او بروتونز، هنا راح يذب لي اياها. الاسيد مال المعده، الاسيد مال المعده، الاسيديتي مال المعده راح ترفع لي من هاي المعادله، راح تحطها بهذا الاتجاه. طبعا هي ما حيكون الابزوربشن بال الابدومن، راح تكون بالديودينام بالبروكسيمال ديودينام. تمام، فراح تزيد لي الابزوربشن مال الدراج مالتي. هذا كمثال بالنسبه هذا منه الويك فيز. زين مثلا منو مثلا عندنا الفينوباربيتال، اسبرين الى اخره، دائما يقول لك او انت اي دراج ها اخذه ورا الاكل او اخذه ويا الاكل. ليش؟ على مود ازيد الاسيديتي مال المعده، على مود مو بس المعده هو ان جنرال اسيديتي مال الجسم، على مود شنو الابزوربشن مال دراج يكون باتر، يعني افضل باتر. عندي النوع الثاني اللي هو الويك اسيد. الويك اسيد انه راح نفهم، يعني نرجع الكيمياء العام pH طبعا هنا راح تتحول B و H العفو. تمام، طبعا هنا هنا راح تكون هنا في الحالة هو هنا هاي الجهة نون بولر، ولذلك هاي الجهة هي البولر لان عندها الشحنة مالتها. طيب كيمياء بس هي مجرد، فاني لازم اميل انه المكان اللي يصير بيه ابزوربشن انه اميل يكون شنو الكناين، يعني في مكان يكون بيه قاعدي اكثر، عم تميل من هاي الجهه. طلع طبعا دا اشرح شويه سريع، اذا ما تفهمون علي عاد قولوا لي اعيد او كتبوا لي، المفروض انتم هاي كلها دارسين. ترجع انه هاي بهذا الاتجاه، هاي بالاماكن اللي تكون القاعديه اكثر وبالانفيرمنت تكون اكثر، طبعا هاي تكون بالاند بليس مال سمول انتستاين، تكون هاي الابزوربشن مالتها، ولذلك انه ممكن انه شو راح يقول لكم اوكي يعني حتى تاكلوها قبل الطعام وماكو مشكله، يعني اذا لينكج بين ذا اي دي اس. زين عفوا السيرفيس اريا، السيرفيس اريا اوف جي اي تراك ابزوربشن سايت، طبعا هاي بيها هواي مشاكل للامانه، يعني للامانه طبعا هاي هواي هواي بيها مشاكل اكثر من هو ممكن يعتقد. يعني اول ما كل ما تزداد احنا تبدا تكون اكو زغابات خاصه، يعني المعده في الحقيقه هي اطول من ما انه هي مجرد بطن، هي تمشي وش قد ما الفود او امتينج تايم تاخذين في الفارماسيوتكس او ما اعرف وين تاخذوها بالضبط، يعني ناس الصراحه. انه وش قد ما الدراجز الاكل اي شو وات ايفر ستي لونج بيريود، يعني اني في بالجسم مده اطول راح يصير الابزوربشن مالته اكثر. وكل ما عندي لارج سيرفيس اريا بالنسبه انه تتذكروها وهي ربطتكم بالسلسله هذه طبعا، كان يعني الفالي اللي هم تتذكروها انه نسميها الزغابات، ما زغابات مسؤول عن امتصاص خاصه بالسمول انتستاين بايو فارماسيوتكس. اوكي عاشت ايدك او عاشت ايدك نور. المهم فشو اسمه يزيد الامتصاص راح يدخل لي مور يعني سبستنس المن للسيركوليشن، طبعا هاي مو بس على الدروكس، هاي حتى على الفود. تمام زين بالنسبه للكيسز اذا انا عندي ديزيز معين، ممكن عندي دايريا او كونستيبيشن. دايريا راح تخلي المعده تطلع بسرعه لذلك البريود مال تايم مال دراج مالتي موجود بال يعني بالجي اي تراك راح تكون مثلا انا متصور الجاستريك امتينج تايم او انه ممكن هو يبقى بالجي اي تراك، فخلينا نقول ساعتين.
اذا انا عندي دايريه راح تسرع، بدل الساعتين راح تصير ساعه، لذلك الابزوربشن مال الدروب راح تكون اقل، والثيرابيوتيكال اندكس مال المدسن اللي انا مطي راح تقل، لذلك ممكن اصلا ما يوصل للثيرابيوتيكال دوز اللي انا اريده. او العكس هو صحيح، الكونستيبيشن انه راح يبقي الدراج مالتي مده كلش اطول، وبالعكس راح يصير هنا توكسيسيتي، ممكن انه يضل يصير في ابزوربشن. يعني انا متصور انه راح يبقى ساعتين او الى اربع ساعات. البايوفابيليتي مالتي السهمية راح ندرسها اكثر، انه ممكن هي 60% او 50%، لما انه صار عندي حاله كونستيبيشن بدل ما هي 50 60%، ليش قد صارت 100%، وازداد الثيرابيوتيكال اندكس مالتي بهالحاله. طبعا هاي اذا نحكي بالنورمال ديزيز، بس كمعلومه اضافيه ترى هو طبعا همين لنس الاي بي دي، ايريتابل باول ديزيز، سيليك ديزيز، جاسترو انتستينال ديزيز، اي من هاي الالتهابات تصير بالجي اي تراك، كلها تاثر على الابزوربشن. بس معلومه اضافيه لكم، طبعا هاي شايفه هاي البالي، هاي الزغابات، وهاي مو بس يعني انتقد من الامور، سوء التغذيه اللي يصير عند بعض الناس، واي منهم يشكون من امعائهم، من بطنهم، خاصه من انه جلوتين انتولرانس يصير عندهم من وراء هاي التعب، خاصه سوء التغذيه يصير عندنا. ولذلك واي من ممكن تلقون من اهلكم تغيرون من النظام الغذائي، تريح هاي فعل هاي بالز حرفيا، من ضمن قلتهم يعني تقللون الجلوتين، تقللون جماعه الخبز، الصمون. لذلك اشوفك الناس بس تقطعها معدتهم ترتاح، فكلش لها تاثير، خاصه ويا تقدم العمر وسوء التغذيه. يعني هاي حطوها يعني نيور مايند، يعني لا تستخفون بيها، انه هاي ممكن هاي البالز انه ممكن تتاثر. البي اتش حكينا، الجاسترونتستينال موتيليتي، انه الحركه هم لها علاقه بال قلت لكم كونستيبيشن، دايريه الى اخره. زين، انفلونس اوف بلاد اون ا دايت اند جي اي تراك. زين، الجديد انه كميه طبعا هنا اكثر شيء بالبايوابيليتي راح ناخذها، الهيباتيك ميتابوليزم، فيرست باس ميتابوليزم، هسه راح اشرح لكم اياهم يعني يعني ويا البايوابيليتي افضل. الجاسترو انتستينال ديس اوردر، بريزنس اوف ديزيز، كل هذا كمناها كلامنا. زين، فيزيو كيميكال فاكتورز، دراج ديسوشيشن كونستانت، جيد نسبة انه الدراج ماتي راح يتحلل بالجي اي تراك، وهمين شرحنا عليه شلون تأثيرات الكليات عليها. الليبيد سوليبيليتي مال الدراج ماتي اذا كان بولر نون بولر، ديسوشيشن ريت اوف ذا دراج الذوبانية مال الدواء انه جيد صراحة نسبته، الدراج ستابيليتي اند ديجريديشن كونديشن ان جي اي تي، تقريبا كل هذه من العوامل اللي ممكن تصير عليها. الفيد الدراج ماتي ستيبل، ايش قد يصير بي ديجريديشن انه انا بالجي اي تراك ماتي، كل هاي راح تاثر على شنو؟ على الابزوربشن مال دراج من يوصل للجي اي تراك. دراج انتراكشن وذ اذر بروبرتيز، ممكن انه يتعامل يعني يروح ويعامل اخرى، الباوندد انباوندد، هسه ما راح ناخذ مور ديتيلز عليها لما نوصل لنشرحها افضل اعتقد. فارماسيوتيكال فاكتورز، عندنا احنا الدوزج فورم، كوت الدوزج فورم، مو كوت الدوزج فورم، الاكسيم بي انت الاضافيه، مرات هواي شركات دوائيه تتنافس، او مثلا اذا بيكون مندوبين الاكسيم بي انت مالتها تكون اغلى، هاي الاكسيم بي انت بيها تساعد من عمليه الامتصاص او تحمي الماده الفعاله الموجوده بداخل الدواء، ايش قد تريح المريض، ايش قد ما تريح المريض الى اخره، سستين ريليس ومو سستين ريليس، كلها تلعب وين بالاكسيم بي انت. بوليفورمرز هاي اوف، هاي جاست اجنور ات، هاي زين. لا العفو، وين البايوابيليتي؟ كنت مفروض بس كان مسح. انا عبرت بالغلط او اوكي تمام. هسه بصوره سريعه على البايوابيليتي مال دراجز، يعني تزاني يعني المفروض حيف تايتل كامل إلها. البايوفابيليتي مال دراكس بين قوسين، للأسف ما أعرف شو يعني عبالي موجود. البايوفابيليتي مال دراكس إنه أنا جديد إنه الدراكس راح يعبر، جديد نسبة الدراكس راح يعبر من
من الجي اي تي المن للشسم للبلس ترين. طبعا الاي في عنده نسبه 100% باي افابيليتي، اعتقد ان انتم فاهمين وحافظين ودارسين يعني. انه اني 100% من الكونسنتريشن مالتي راح يعبر المن لل، اذا اعطي اي في هو اصلا يروح لل من الفين يروح للتارجت سايد مالتي. زين بس بالنسبه للباي افابيليتي، نعم بس بالنسبه للبايوفابيليتي مال الدراج اللي هو يكون عن طريق عاده الجي اي تراك، اوكي لا هذا راح يعبر، لما يعبر نسب معينه ممكن 50% 60% 70% الى اخرين. زين هاي الفاكتورز اللي تاثر هي من ضمنها السولوبيليتي مالته، اهم من هذا السولوبيليتي مالته لها علاقه بالهيدروفيليك واللايبوفيليك، بالحجم مال السايز مالته يعني كبير صغير، لان كلها احنا شلون هسه شرحناها بصوره سريعه انه هي تعبر او يعني شو اسمه تعبر او ما تعبر. تمام زين ممكن هاي البايوفابيليتي مال الدراج، العفوا السولوبيليتي مال الدراج تاثر كلش، اكو يعني احنا المرات اكو انزيمات تساعد بتكسير او هاي العمليه من ضمن البنسلين جي. دائما مرات البنسلين جي عندكم هو اي في صح ولا الاي في ووت، مرات اكو بعض لا عفوا مو الانزيم مال انسولين، اكو مرات انزيمات معينه هم تدخل بالعملية مال إنه ال absorption مال دراج بالجي آي تراك، لذلك مرات تمنعها. مرات شعدنا ها ال first pass metabolism الإفكت اللي أنتم هم ماخذيها إنه ولا ما يصير ال absorption من الجي آي تراك mainly when they يروح الليفر، أوكي ال portal vein يروح ال portal vein، وهم أنا عندي إنزيمات بالليفر إيش راح تسوي لي؟ راح تكسر لي بين قوسين حرفيا أو تأخذ نسبة من الدراج. يعني بمعنى أنا إذا الدرج دخلت بنسبة 100% بالجي آي تراك، تمام؟ بسبب هاي العوامل من السوليبيليتي مالته، تمام؟ من الإنزيمات ممكن، من الفيرست باس ميتابوليزم، تعرفون الفيرست فيرست باس إفكت أو فيرست باس ميتابوليزم عن طريق الليفر، طلاب تعرفوها مو لو لا؟ الواحد يكتب لي. أرشد إيدكم. هاي كلها بالأخير أنا شنو راح تنقص لي من نسبة الدراج اللي راح يوصل المن راح يوصل للتارج سايت مالتي. يعني إذا دخلت 100% دوز ممكن راح يوصل 50 أو 60% من الدوز. فلذلك دائما أدرسه أرجع أكد عليكم الآي في روت، الآي في روت بايو أفابيليتي مالته 100% إلا اللهم إذا أنا عندي مشكلة وين بالبلد صخلة. تفهمون الفكره؟ وراح نحكي شوي على البلس سبلاي بالاكسكريشن. اعتقد هاي كلها انتم فاهميها ما عندكم اي مشاكل بيها. هسه نبدي بالاكسكريشن. زين انا من دخلت الدول، من دخل الدول الجي اي تراك دخلت للبلد سيركيليشن وراح سوالي الافكت، راح يضل قاعد على قلبي لو لا؟ شو راح اطلع؟ يعني انا يضل ممكن هذا الدروك اذا يضل فتره طويله بالجسم راح يبدي يسوي لي توكسيسيتي ويعطي لي ادفيرس افكت انا ما اريدها. يابا انا دخلتك مده ساعتين تسوي اللي عليك وراها الله وياك، ما اريد اكثر من هذا. لذلك يعني از فارماسيست از فارماكولوجيست انه شنو احنا ندرس الاكسكريشن. زين الاكسكريشن ايش يقول هنا؟ از ذا اليميشن اوف ذا دراج، انه ايش عمليه التخلص من الدراج مولكيولز فروم ذا بلاد ستريم من مجرى الدم اوتسايد تو ذا بودي الى خارج الجسم. الدراج ار اكسكريتد اور اليميتد فروم بودي از ا بارت parent compound or metabolite. إنه أما parent compound or metabolite راح نتخلص من شو اسمه من المادة. طبعا بالexcretion mainly mainly طلاب ببالكم عندي أني تقريبا أربع route إنه أني أتخلص من أي مادة تدخل للجسم. The most dominant هي الكيدني عن طريق اليورين، ودائما نحط ببالكم إنه تكون هي polar. يعني أنا لازم المادة ما تكون polar او محبه للماء، يلا شنو هيدروفوبيك طبعا ما مكتوبه، يلا اتخلص منها. زين هل هي هاي الطريقه الوحيده؟ لا، عندي البايل دكت اللي عن طريق الليفر هم يتخلص لي من هوايه ويست، اللانكس ممكن، وايضا عندي عن طريق الفيسز اذا مثلا خلينا نقول الدراج ما صار لابزوربشن. اوكي خلينا نقول فرضيا انه الدراج ما صار لابزوربشن لسبب او لاخر راح يضل بالجي اي تي، لا راح يدخل بعمليه لحد ما يطلع بالفيسز ويتم خروجه.
ميلي ميلي انه اني اكثر عمليه كثير مني من الدراجز نتخلص منها برينال اكسكريشن، وخاصه هسه قدام الدرسون ان شاء الله الدرسون بالكلينيكال فارماسي او يعني بالضبط بالثيرابيوتكس. شكرا لكم اياها انه دائما او من تقولون هسه حاليا دائما اذا انا عندي كرونيك كيدني ديزيز لازم اسوي دوز ادجستمنت، يعني هاي انه فدرول معظم الدراجات الا اللهم الدراج اللي يصير اكسكريشن عن طريق عمينو عن طريق الليفر، ولذلك انه المرات اذا عندي ليفر بروبلم اتجه للدراج اللي يصير الاكسكريشن مالته وين بالكيدني، اذا عندي كيدني بروبلم وانا اتجه للدراجز اللي تكون الاكسكريشن مالتها مين عن طريق الليفر، يعني دائما اتناوب على هذا خاص من دول اللي عندهم. زين renal excretion, the kidney is the most important organ, أهم عضو for the excretion of the drug and their metabolite. ومالتهم الميتابولايت. أفهم معنى مالتهم الميتابولايت. Some compounds are also excreted by bile, sweat, saliva. هسه إحنا راح نحكي على السلايفة بالمناسبة. Tears, hair, milk. يعني شنو الميلك؟ يعني breastfeeding طبعاً. تمام؟ عن طريق المدار. The latter are possible source of unwanted exposure in nursing infant. يعني الطفل المرضع. Nursing infant الطفل المرضع. إنه راح يأخذ ممكن إنه ذلك عن المرات إنه هذا الدواء على pregnant تأثيرها والممكن هل إنه إذا هي المرأة مرضعة أو لا إنه ممكن يعبر عن طريق الحليب. تمام؟ أعتقد هاي دائما إنه تقوله في شيء more common. Drug need to be reasonably hydrophilic. إنه لازم الدراج دائما يكون ماتي هيدروفيلك. ليش يكون محب للماء؟ لأن هو أنا إذا أسوي إكسكريشن للماء لازم هو يحب الماء، يعني ما أريد أجيب إنه هو ليبيد سوليبل وأقول له تعال يا كيدني تعال طالع لي ما كلش كليتش. To be excreted by the kidney so that they will be remain in the fluid and become the urine. Patient with impaired kidney function usually have reduced ability. دول اللي عندهم مشاكل ضعف بالكلية أو وظيفة الكلية بالعادة have reduced ability إنه عندهم يعني القدرة مالتهم قل في hydrophilic drugs. زين طب بس أنا يسأل دكتور زين مرات إنه ليش وظيفة الكدني أو ليش ممكن تدرسيها أو بعض الأدوية إحنا صار بالجي آي تراك absorption إنه هي كلش hypophilic وبالأخير ده نقرأ إنه ده يصير فيها renal excretion. ممكن واحد من الطلاب يكتب لي شون أو يفتح المايك ويحكي لي. أنا مثلا هسه عندي إنه أنا هذا الدراج كلش لايبوفيليك طيته بالجي آي تي صار له أبزوربشن قوي قاعد يفتر بالجسم بالأخير طلع أنت دا تقرأ هو رينال إكسكريشن وهسه أنا جدا أقول لك إنه أنا عادة الكلية إنه هي بس تطلع الهيدروفيليك دراجز شون دكتور الكبد يكون هو مسؤول عن الميتابوليزم حوالي من الشكل من البولة للبولة منو؟ الليفر هو راح يسوي له ميتابوليزم راح يغير من مالت البولاريتي اللي انا اريدها بالكدني من البولة للبولة اشيدك بطل مثل ما قال زميل كنت تقريبا جزء من الميتابوليزم راح يصير بالجسم او جزء من وظيفة الليفر انه اني هذا شو اسوي له راح يضيف له بولر جروبس انتم راح تاخذوها مور ديتيلز ليتر او اخذتوها اني هذا الدروجز جزء من الديفنس ميكانيزم للجسم او جزء من الله سبحانه وتعالى خلق الجسم انه يقدر يضيف جروبات اعتقد راح تاخذوها بالفارماسيوتكس يضيف او بالميديسنال كيمستري يضيف جروبات من يمه او يضيف شغلات تحول الدرج هذا من نون بولر الى بولر على مود يسهل عمليه الاكسبريشن مالته تمام زين factor affecting excretion of the drug from the body biological factor pharmaceutical factor نفس الشيء surface area of secretion site pH hepatic metabolism renal زين surface area بالضبط هنا شو راح يقصدها surface area درستوا الجوميلار كونفيجريشن والجيد مالتها شلون تاثيرها بالضبط هنا عندي مشاكل بين الجوميلار وبين البلد سبلاي وش قد فلتريشن دي يصير بيها تمام فأنا مثلا هنا كل ما أنا عندي جي اف ار يصير بيها ريدكشن تعرفون جي اف ار شنو معناته الجوميلار فلتريشن ريت يعني هاي محفظة بومان يمكن اسمها بالعربي يدخل لي الدم من يمها دا تعبر يصير فلتريشن بيها ايش قد تعبر تمام طبعا هل هذا هي باوندد ام باوندد طبعا نحكي اول نقطة
تعرفون الباوندد دراج والنون باوندد دراج صح لو لا؟ جدا مهم انه نعرف شنو الباوندد دراج والنون باوندد دراج. الباوندد دراج انا اكو دراجات من تدخل الجسم من تدخل للبادي راح ترتبط ببروتين، وهذا البروتين يكون مثل الناقل داخل الجسم. هذا الدراج حرفيا يصير ان اكتف، يعني هو موضوع متصل بهذا البروتين تقريبا ما يشتغل لحد ما يلقى وقت انه يشتغل بيه او ريسبتور يقعد عليه. راسا كنت درستوه مثلا بالثايرويد، عندنا مرات ممكن تريتوه او مثلا انتم مثلا رحتوا ويا اهلكم وتقرون مثلا 3T3 3T4 T3 T4، هي هاي باوندد ونون باوندد من يفترون بالجسم. موست كومن وان انه البروتين الناقل يكون هو الالبومين. اذا شوي ما فهمتوا هذا مال باوند ان باوندد قولوا لي، ايضا مور سبيسيفيك ديتيلز بس ذا سؤال. هذا انه الانباوندد ما يشتغل حد ما ينفصل عن ماده وراح يروح يشتغل، يعني راح يظل الباوندد. اذا انا الدروب عندي باوندد راح شنو بين قوسين راح يظل وقت اطول بداخل الجسم. زين انا اذا عندي اصلا مشكله بالكليه، تمام انا اصلا عندي مشكله بالكليه، زين من تريد يجي هذا الالبومين يريد يعبر او يصير له فلتريشن او اي فلتريشن للبروتين ده يصير او ويل كيدني، هاي النسب مالتها مت يعني ده تصعد بالبلس ستريم، ومن صعدت راح تشلب الدراج اكثر، بمعنى يعني الدراج ماتي راح يبقى بالجسم مده شنو اطول. نفسها اذا عندي مشكله بمحفظه بومان او بالفلتريشن ريت، نفسها اذا عندي انه على السايز اذا كان بولر اذا كان هاي الكونستريشن، كلها ذني العوامل راح تتاثر او تتغير بسبب انه انا عندي مشكله بالجوميلر فلتريشن رايت. ايش ده يصير؟ اكو مرات ترى عندهم اصلا ديزيز، مرات اكو هو يعبر بروتين زايد، مرات شايف انه يعني اكو حاله بالكليه هي تعبر بروتين زايد وطلعه ويطلع دائما عنده صلايه بروتينيه، وهو ما عنده مشكله لا بالكدني ولا بال يعني بالرينال فانكشن، كل شيء طبيعي، بس هي عندهم الله سبحانه وتعالى عندهم يعني شلون الخلق الوراثي انه تعبر، تمام؟ فهي لازم نسب ثابته. زين الري ابزوربشن طبعا مالتها انتم درستوا انتم درستوا العفو انه درستوا الكدني، اعتقد الكدني فانكشن وهي مثل اللوب وترجع تصعد لوب اوف فيلين وتبدي ترجع تصعد، يعني شلون صايره اليو شيب، واكو اريا انه هم يعني احنا تصير بيها الري ابزوربشن اوف ووتر. هذا المكان اللي يكون بالكدني هذا همين ممكن يأثر على عملية الامتصاص أو السكريشن اللي تصير هنا، ممكن نطلق عليه السكريشن للأدوية مو فقط الماء. إذا كان الصفات مال هاي المنطقة إذا مثل نم بولار وإنه متعرفون من هاي كونسنتريشن، يعني هو عبرت من الجي آي تربع أول ما دخل وصل الدراج وصل وين للجي أف آر، ونقول طبيعي بس عبر من يمها نزل افتار للجزء اللاف مال كيدني. هاي اكو اذا كان هو يعني سمول موليكيول عنده سولوبيليتي زينه، يعني عنده يكون هيدروفوبيك، يقدر يعبر مره ثانيه للكيدني والكيدني تتخلص من يمه. اذا لا خلينا نقول اذا كان هو عفوا بولر، ما اعرف اذا تذكرون هاي العمليه، يعني لو بالرسم تطلع اوضح. اذا كان بولر هاي العمليه اي تي بي ترجع وين against the gradient، كان البداية الابزوربشن نفس الايديا بس ده تصير وين؟ ده تصير بالكدني، تريد ترجع وين؟ الكدني يصير بيها excretion، تمام؟ زين بالنسبة للpH مرات أهم نفس الفكرة شرحتها، تذكرون نفس الفكرة مال أنا بالبداية شرحت لكم عندنا weak acid weak base، لذلك مرات المورين مالتنا الله شاف يقول لك بالتقرير بالمختبر الجنرال يورين اكزامينيشن يكون شنو نوعيه الاسيديتي مال يورين، لانه اليورين ممكن يتغير اما يكون الكلاين يورين او ممكن احنا نسوي اسيدفاي يورين. الالكلاين يورين والاسيدفاي يورين تاثر على الدراج ابزوربشن، نفس الفكره اللي قلناها مال كيمياء هاي البرنسبل انه يصير بي ديسوشيشن يصير اتش واي او ذاك بي واي، لذلك البي اتش مال يورين كلش ياثر على نسبه الامتصاص مثل ما شرحناها شلون بالجي اي تراك فور. هيباتيك ميتابوليزم هسه مثل ما قال زميلكم شنو تاثيره وليش، رينال ان هيباتيك ديس اوردر بريزنس اوف ديزيز، هاي كلها راح تاثر على الابزوربشن.
solubility, dissolution rate, كلها نفسها حكيناها دا تنعاد مجرة. Type of dosage form, if you want of excipient, هاي نوع تتعرفوها وكلها. احنا ندخل هسه ناخذ على السلايفة. In recent years, في السنوات الأخيرة, saliva has been utilized, قامت تستخدم وين for TDM, therapeutical drug monitoring. انتو اخذتوا TDM لو بعدكم طلع. وقتها اكره الفارماكوجنيسي والميديسن كيمستري كلش بس بعدين انه شفت التي دي ام هم تنكره. The advantage is انه شنو ليش ناخذ احنا والله ما اعرف السليبس مالتكم الصراحه. السلايفه قاموا انه يحبوها بالتي دي ام اكثر ليش؟ بقولك شنو الادفانتج؟ The collection is non invasive and painless. يعني تسول اجي اخذ منك سلايفه يعني بس بيبلي مشكله انت من اجي اني اخذ منك سلايفه يعني ماذا بعد السلايفه بالاساس هو بودي فلويد تمام يعني هو بودي فلويد حال من حال بقيمه الجسم ولذلك الكونسنتريشن موجوده بالسلايفه ممكن راح القاها وين طبعا مو نفس الكونسنتريشن فلويد بس تقريبا مشابه لها ولذلك من اجي اني اخذ بس شوي منك سلايفه انت ما راح تضوج من يمي بس انا بس مثلا تشك تشكك لا راح تبدا تضوج زين So it has been used, طبعاً TDM تعرفتوها, therapeutics, drug monitoring, يعني أنا أشوف جيد نسبة الدرج ما تعرفون عندي maximum dose, عندي therapeutical dose, عندي minimum dose, ما يدخليها جوا minimum dose, ما يدخليها أكثر من maximum dose, ما يدخليها تعبر للتوكسيسي مالتها, أكثر شيء التطبيقات الفعلية هي عادة مرات الكيموثيرابي, مرات جماعة السيجرز, الهاي يعني عندهم نارو ثيرابيتيكال اندكس كلش استفاد من يومهم زين and it has been used as a specimen يعني عينه of choice in pediatric TDM خاصه بالاطفال يعني سهولة انا اتعامل وياهم due to low protein contents low protein content ليش low protein content of saliva ليش هاينا ليش يقول انا اريد low protein content يا شاطر يجاوبني احنا قلناها ليش طلاب عاد افتحوا المايك اعتقد لان الجي جي اف ار ما يسمح بدخول البروتين يعني البروتين يطلع من خلال البورز مال الاوعيه بعد طلاب بعد اريد واحد يطيح كاب ثاني شيء وين اجتوا هاي الرسائل اعتقد بالخامسة اعتقد unbonded اي unbonded بعد اي عفوا ليش unbonded بعد زين ممكن تنفهم الحل شوية يعني شوية تعبوا راحكم شوية اقوى الغلط it's considered to represent the unbonded or free fraction of drug قلت لكم هاي سالفة ال unbonded وال bonded افتهموها هي راح تتكرر ويلعب فيها 1360 مرة اني الدرج انتوا تذكروا خاصة هسه التحليل يعني انا انسان يعطيكم اياه شكل التحليل تظلون ببالكم تظل ببالكم يعني هي يعني هواي هذا دائما عندنا واحد من اهلنا عنده مشكلة بالغدة الدرقية تي اس اتش مرات يدزون فري تي 3 فري تي 4 تقاريهم ذني زين ويجي واحد كاتب تي 3 وتي 4 ليش واحد كاتب فري تي 3 وفري تي 4 يعني انتوا دا هيك قاعد تعلموا تريك قدام اهلكم يعني هنا الفريات او هو الانبوندد هي حرفيا الاكتف حاليا هي الاكتف اذا هي مرتبطه ببروتين اذا الدرج مالتي بروتين مرتبط به او الماده مالتي يعني حتى هاي الماده هو التي 3 هي ماده تفرزها الجسم تمام ماده يفرزها الثايرويد مالتي دائما يفرزها الثايرويد ترتبط ببروتين او الدرج مالتي من دي يدخل الجسم دي يروح يرتبط ببروتين شايف واحد صديقك وكام شوكولاته بالكليه ما فاكك يا اخي يا بريد اروح اشوف صديقي الثاني اللي انت ضوج من يمه يا بس فك يا اخي مني من هو لازق بيك انت ما تقدر تاخذ حريتك تروح للمكان اللي انت تحبه تمام فما طول هو لا البروتين مرتبط ويا الدرج هو ويا 24 ساعه ما يتخلى عنه بسهوله فلذلك يظل بالسيركيليشن مده اطول الحد ما شنو يلقى الاكتف سايد مالته او يقدر يعني يرتبط ينفصل عنه ويرتبط يروح يؤدي مهامه تمام
لذلك انه اني المكان البي لو بروتين يعني راح يكون ريبريزنتد انبوندد اور فري فراكشن اوف ذا دراج، يعني حرفيا نسبه الدول حاليا الموجوده الاكتف الاكتف. ولذلك اذا رجعنا على كلمه تحليل ادر شويه خارج، طبعا هاي معلومات خارجيه بالمناسبه يعني هم 334 ما لكم علاقه نتيجه بالامتحان، كل شيء معلومات حلوه واحد يضل بعقله. الفري تي 3 فري تي 4 هي الاكتف فورم مال ثايرويد فانكشن بهاي اللحظه. التي 3 والتي 4 هي البوندد ويا الالبومين اللي هي مدى تشتغل بس راح تشتغل بالجسم. طبعا دائما الاكتف فورم تكون هي الاقل والبوندد هي تكون الاعلى لحد ما شوي شوي تبدي تصير انه اكتف. Since this the fraction consider available for transfer across membrane and therefore responsible for pharmacological activity هو الاساس المسؤول، يعني انا من دا يشتغل الدرج هو هذا دا يشتغل الفري مو البوندد. بوندد بعد ما دا يشتغل is usefulness and easy to understand. Drug excreted in saliva enter the mouth and may be reabsorbed and swallowed. تمام زين، احنا شو راح نستفاد من يمها؟ راح تكون كل هاي الفكره على مود التجربه مالتنا البوتاسيوم ايودايد. انه انتم تعرفون البوتاسيوم ايودايد اهم شيء هو الايودايد او الايودين. الايودين هو الصلب فورماته تمام. الايودايد كلش كلش مهم بوظيفة العمل الغدة الدرقية. منو شايف شيرنوبي فيلم عفوا مسلسل مال شيرنوبي محادثة حادثة مال شيرنوبي مال المفاعل النووي احد شايفه؟ مهم اذا شايفين فمن ضمن انه كانوا شو راح يحطوهم؟ راح يحطوهم ايودايد بالضبط. يعني هو كان تذكرون انه اي دكتور شايف يعرفه بالضبط. فكان الدرجز دي يطوه انه الراديو ثيرابي وين يضرب؟ يضرب الغدة الدرقية. اوكي والله حلو كان اي اتفق والله كان حلو. فكان تذكر اكو فد موقف تطي فد يعني حاب اكو واحدة يمكن هاي اللي اكتشفت السالفة هاي الثانية اللي ويا نسيت اسمها. فاضطرت انه علبة لان تعرف انه هاي راح يصير رير راح يصير شحبي. هو كان بوتاسيوم ايودايد كان يطو على مود يعوض ال 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 شلون النقص اللي راح يصير بسبب الراديو ثيرابي. تمام يعني just keep it in your mind. وهم هسه يطو ممكن انه يعالجون بالهايبرثايرويدزم. تمام KI is a safe and medically effective drug short term use انه هو safe ما بي اي مشاكل. short term use of KI at the proper dosage is safer for most people مع يعني بالدوزج المعين ومده قصيره ما بي اي شيء. KI is available without prescription انه عادي ينصرف بدون وصفه. Thyroid glands اللي هي الغدة الدرقية طبعا جدا جدا مين فتح موضوع نصيحة طلاب لكم خاصة الفيميل خاص ارجع اقول لكم خاصة الفيميل. الثايرويد جلاند يعني ماكو واحد بيت او عائلة تخلى من مشاكل الغدة الدرقية. كانت عندي طالبة والله كنت اقول لهم كيت كيت هيك الاعراض وتصيح انا مريضة وما حد ما يصدقني. بعدين ما ادري شلون صار كلام راحت حللت طلعت تي اس اتش مالتها 30 اوكي. وسبحان الله كنت اقول لهم يا بدير بالكم ثايرويد جلاند ثايرويد جلاند ثايرويد جلاند جدا مهم من يجي التوبك يعني اذا درسوا ركزوا به خاصه الفيميلز لان هو يصيب الفيميلز اكثر من الميل. نيد ايودين تو كاري اوت ات هرمون برودكشن اند ايودين ديفشنسي كان كوز هايبوثايرويدزم اند موست اوف ذا ستيبل ايودين ان اور بوديز كم فروم ذا دايت. ميلي ايودين طبعا احنا كان قبل بالسبعينات او قبل السبعينات كان عندنا هواي ناس عندهم مشاكل بالغده الدرقيه نفس الايودين. بعدين اجت الفكره انه يضيفوه ويا ملح الطعام ويا الايودين. تمام على من بدوا يضيفوا ملح الطعام قلت هاي المشاكل الناس قلت عندها مشاكل الغده الدرقيه. يعني حتى تصور بوقت انه ذاك الوقت تذكر شو الفيديو مقطع صدم نفسيان ديسا فد واحد قال ليش انه فرق بين العماره واتذكر يمكن الانبار كانوا يعتمدون على السمك اكثر وهناك يعتمدون شو اسمه يعتمدون يعني على الطليان اكثر. قالهم انه فرق انه الايوديد هناك اللي يحصلوه بالملح وبالهذا عن طريق السمك. اذكر هيك مقطع كان فانه صارت عندهم مشاكل يعني بالغده الدرقيه ارتفعت النسبه اكثر من العماره. اذكر هيك مقارنه شايفين هيك فيديو ما اتذكر يعني بالضبط الخاص. الاوبجكتيفز طبعا هاي المفروض هسه راح نحكي على التجربه بس ما يعني المحاضره لا
The aim of this experiment, إنه الهدف مالته to illustrate إنه نوضح the considerable variation الاختلافات that exist in rate of absorption. إنه نلاحظ الاختلافات إنه عن طريق rate of absorption تختلف نسبة ال absorption and excretion of potassium iodide. إنه أنا إيش قلت إنه نسبة ال absorption وال excretion تختلف على حسب dosage form اللي إحنا ذكرنا ممكن الشكل مال recipients أو dosage form ممكن أثر على ال absorption and excretion. وعرفنا شو العوامل اللي تأثر على absorption وال excretion يعني مثل إذا سوينا coated and uncoated شو السوليوشن شو السيبيانت اللي أنا أضيفه تأثر عليه عن طريق كثير شيء لآخرين. أدي two dosage form اللي هي كابسول أو أدي solution when administrate orally. أنا راح يكون administration orally أدي كابسول وعندي solution. At the end of practical practical class, the student shall be able to quantify estimate the level of iodine in saliva. إنه أنا جيد لازم أشوف أنا جيد عندي saliva. بال يعني الايوديد بالسلايفة understand the importance of time sampling إنه كل جيد راح تتغير يعني كل ما أخذ sample راح أشوف أكو ال concentration راح يختلف in collection relation to the drug intake when estimate drug levels يعني كل ما أجيد أنا هسا أخذت العلاج بعد 10 دقائق بعد 20 دقيقة بعد ساعة الضغط قاعدة تتغير ولذلك انه الكونستريشن والاكسكريشنز دي يصير شلون لها دور understand the importance of bioavailability and the pharmacokinetics in clinical practice نشوف انه ايش قد نسبه انه bioavailability ايش قد يصير من drug absorption وتاثير pharmacokinetics شلون راح تفيدني هنا الماتيريال انه راح المفروض عندكم نوع من البوتاسيوم ايودايد ادي على شكل كبسول ادي على شكل سوليوشن عندي مواد اضافيه عم تطلع لي بالاخير انه لون معين بالبروسيجر بالاخير راح نطلع نشوفها عن طريق دكتور عندنا محاضره وراها هاي خلصت مجرد انه انتو دروبس راح تسوون راح يطلع على شكل بلو كلرز كل ما البلو كلر اقوى كل ما انه اني الانتنس مال او الكونستريشن مال بوتاسيوم ايودايد موجود اعلى اقيس كل ايش قد تطلع عندي على كبسول عندي على سوليوشن ايش قد كل ما انه كل ما هو ازرق اكثر اعطي بوزيتيف اكثر الى اخره واسوي انه اكسس تايم ويا الكونستريشن والدسكشن انه انتم راح تكملوه بعد من يومكم اي اسئله قبل ما تطفوا عن المحاضره اللي وراها والله يساعدكم مقدمه طفوا الغير محاضره